تحية طيبة مشاهدي الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج نبض الاقتصاد. يشهد سوق السيارات في الدولة ارتفاعات كبيرة في الأسعار في جميع الوكالات، ارتفاعات تبررها الوكالات في سببين: الأول ارتفاع التكلفة من المصانع الأم نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، والسبب الثاني يعود للمعارض التجارية التي تشتري السيارات من الوكالات وتبيعها بأسعار أعلى. يتساءل المستهلكون حول ما يجري في سوق السيارات من أسعار يصفها البعض بالجنونية، وحول عدم وجود العديد من الأنواع التي تتمتع بشعبية كبيرة لدى المواطنين والمقيمين. نفس هذه السيارات تتوافر بكميات كبيرة لدى المعارض التجارية. مظاهر محيرة جديدة بدأنا نشهدها في السوق: شراء لحجوزات السيارات، حجوزات السيارات تصل لأكثر من عام وعامين، أسعار الضمان وتمديد الضمان ترتفع بشكل كبير، أسعار قطع الغيار هي الأخرى تشهد ارتفاعات كبيرة. كذلك الأمر في سوق السيارات المستعملة التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار مبنياً على الكلفة الأساسية لسعر السيارة من وكيلها، فضلاً عن تصدير كميات كبيرة لأسواق مجاورة. مظهر آخر بدأنا نلحظه في السوق القطري: ارتفاع الطلب على السيارات الصينية والتي بدأت تلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلكين. في المقابل، هل المشكلة في قطر فقط أم أنها مشكلة عالمية نتيجة النقص في الرقائق الإلكترونية وارتفاع كلفة الإنتاج لوكالات السيارات وارتفاع كلفة الشحن؟ هل يتحمل وكلاء السيارات ارتفاع الأسعار أم أنهم مجرد وسطاء بهامش ربحي بسيط؟ ما هي آلية الحجز المتبعة لضمان عدالة التوزيع بين المستهلكين؟ هل من تلاعب في الحجوزات؟ لماذا تفرض بعض الوكالات مبالغ تصل إلى 30,000 ريال لوضع السيارات المستوردة تحت الضمان المحلي طالما أن السيارة تحت الضمان الدولي؟ هل من دور لحماية المستهلك في مراقبة السوق والأسعار؟ ما هي مدة حسم قضايا الوكالات والمستهلكين في المحاكم القضائية؟ هل سنشهد ضعفاً في شراء السيارات مستقبلاً نتيجة ارتفاع الأسعار، أسعار الفوائد على القروض؟ هذه الأسئلة وغيرها إن شاء الله نبحثها مع ضيوفنا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدي الكرام على الهواء مباشرة في نبض الاقتصاد وحلقة تبحث في سوق السيارات الجديدة والمستعملة في قطر وارتفاع الأسعار. نرحب وإياكم بضيوف حلقتنا لهذا الأسبوع، سعادة الشيخ خليفة بن علي الثاني الخبير في شؤون السيارات، والسيد محمد أحمد النجار صاحب معرض كيت موتورز، وأيضا نرحب بالسيد خالد حمد الرميثي الخبير في شؤون السيارات. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام، نشكركم على تلبية الدعوة. وأبدأ معك سعادة الشيخ، وقبل ذلك أيضا سينضم إلينا السيد عبد السلام البريدي من شركة الفردان أوتوموتيف. مرحبا بكم سعادة الشيخ. ما الذي يجري في سوق السيارات؟ هل هناك شح في السيارات؟ ما يبرر ارتفاع الأسعار؟ أتحدث عن السيارات الجديدة هنا، ما يبرر هذا الارتفاع الكبير في أسعارها؟ هو في شح في السيارات نفسها، لكن مش في تصنيع السيارات. السيارات قاعدة تصنع وتطلع من خط الإنتاج، لكن ما فيها مقومات اللي احنا متعودين عليها في السيارة مثل نافيجيشن، ميموري سيت، يعني مثلا يعني شاشات تقريبا، يعني حتى الشاشة شغالة إذا ما فيها الخدمات اللي أنت متعود عليها. مثلا هذه الإشكالية، أن في شح في الرقائق، يعني ما في تصنيع كفاية في العالم، يعني سواء ليغطي حاجة السيارات أو الاحتياجات الإلكترونية. هذا هو يعني السبب، تريد أن تقول بأنه يعود إلى مشاكل في المصانع الأم؟ المشاكل مش في التصنيع نفسه بس، يعني المشاكل طالت المناجم. المناجم توقفت في فترة الكورونا وتعافت بعد فترة الفترة بعدها بفترة، لكن التعافي اللي كانوا الناس يتوقعون أنه علشان عجلة التعدين ترجع لطبيعتها تأثرت بالعامل الاقتصادي اللي مر بالعالم الحين. تعليقك سيد محمد على هذا الارتفاع في أسعار السيارات؟ لا شك أن في أزمة عالمية في مجال السيارات وتصنيع السيارات، لكن محلياً، أنا أتكلم عن محلياً، تم استغلال هذه الأزمة بشكل أو بآخر. إحنا مش جهة رقابية ولا عندنا الأدلة الكافية، لكن إحساسنا وما نحس أنه نراه في السوق أنه في استغلال، سواء من ناس مرتبطة بالوكالات أو من الوكالات نفسها أو من بعض التجار. فعلاً فروقات الأسعار عندنا خيالية صارت، يعني تفرق عن بعض الدول المجاورة ما تقل عن 10 إلى 15 إلى 20%، وهذا يعني فرق كبير جدا. أود أن أشير فقط مشاهدي الكرام إلى أن تواصلنا طبعا مع وكالات السيارات لطبعا ندعوهم للمشاركة معنا، كل الوكالات، أغلب الوكالات، 5 شركات هي الكبرى في قطر رفضت طبعا التجاوب وأن تكون معنا في هذه الحلقة. سيد خالد، تعليقك على هذا الارتفاع الكبير في أسعار السيارات؟ أول شيء مساكم الله بالخير أستاذ مروان وضيوفنا الكرام، طبعا لي شرف أن أكون في هذه الحلقة. طبعا أنا أتوقع أن في أسباب كثيرة، أسباب كثيرة طبعا بدأت ب طبعا كورونا سببت أزمة كبيرة. وخلينا نرجع شوية نفهم شلون تشتغل مصانع السيارات. نتكلم عن مصانع السيارات، طبعا مصانع السيارات يعني تتعامل بموضوع تجميع لقطع السيارات في فترة كورونا، لأنهم عندهم عقود مع مصانع معينة، تم إلغاء هذه الطلبيات. خلينا نقول مثلا كل سيارة تحتاج 400 مصنع يعني يوفرون هذه القطع ل يعني المصنع ويصنعون منها السيارة. فش اللي يصير إنه مع كورونا طلبوا شيء يسمونه فورس ماجور. الفورس ماجور بالعقود معهم هناك إنه إلغاء العقود بسبب إنه فيه ضرر صاير عالمي، فلغوا موضوع الشبات، لغوا موضوع توريد الراديتر والأشياء هذا عشان يجمعون السيارة. اللي صار لأن كل راح أونلاين، الشبات هذه توجهت إلى التلفزيونات، الكمبيوترات، كل شيء. يوم رجعت عقب 3 شهور الشركات ما عندها شبات، وهذا اللي يتكلم فيه الشيخ، عرفت كيف؟ فهذا السبب، الأزمة الحقيقية. تصنيع الشب الواحد ياخذ 3 شهور تقريبا و800 مرحلة لتصنيع هذا الشبات. فهذه بداية الموضوع في هذا. بعد التعافي من كورونا جينا بالحرب الروسية الأوكرانية، اللي طبعا أوكرانيا عرفنا حين من بعد الموضوع هذا كله أن فيها المصادر الطبيعية لتكوين طبعا أو مواد الخام لتصنيع هذه السمايكوندكتور وبعض مستلزمات السيارات. فهذا اللي سبب أزمة كبيرة
وسبب الغلاء اللي جاي لأنه تكلم ندرة القطع في نفس الوقت الشحن زاد في نفس الوقت، يعني كل هالمواضيع هذه العوامل ساهمت على رفع الأسعار للسيارات. شيخ خليفة، اليوم في السابق عندما تخطط لشراء سيارة نفهم بأنه هذه السيارة مثلا أو لها شعبية كبيرة مطلوبة، تذهب إلى الوكالة من الطبيعي أن يقول لك لديه 10 أصناف من هذه السيارة أو مستويات، يقول لك هذه ليست متوافرة، هذه موجودة إلى آخره. اليوم جميع الوكالات، أجزم جميع الوكالات تذهب إلى الوكالة لا يوجد، السيارات المعروضة مباعة، وهناك معارض فارغة لا توجد فيها سيارات، ولك يعني كل أنواع، أتحدث عن الكوري، أتحدث عن السيارات الصينية، أتحدث، والأسعار ريال ما في خصم. شوفي، هل هي المشكلة هذه عندنا بس أو عالمية؟ إذا وجدت في مكان ثاني معناها أن المشكلة هذه مش خاصة في قطر. يعني مثلا لما نشوف سيارة صناعة أمريكية تنباع داخل أمريكا ب 109,000 لكنها تنباع في المعرض ب 151,000، معناها في خلل، يعني في شح في السيارات نفسها، في شح، في مشكلة في ذي. اليوم يعني صديق استلم سيارته، عطوه مفتاح واحد، قالوا لا انطر علينا، ما عندنا، ما نقدر نعطيك مفاتيح زيادة لأن ما في سيمي كوندكترز، يعني الشبات ما في علشان نعطيك مفاتيح. وتدفع ثمنه طبعا مش ببلاش. لا طبعا مع السيارة يعني وصلت المرحلة. المعلومات اللي عندي انه تدفع ثمن المفتاح ويبتستلم المفتاح بعد 6 شهور. يمكن. مشكلة الوكالة. بس هل هذه المشكلة الحين؟ السعر مرتفع يعني ما بين 1500 إلى 3000 ريال حسب نوع السيارة. شوف أنا مش دفاعا عن الوكالات، لسه يعني بيجي دورهم. لكن احنا نتكلم عن الوضع خطر مقارنة بالعالم. نفس المشكلة المفتاح اللي يعني الصديق اليوم اللي راح يستلم سيارته وعطوه مفتاح واحد. نفس المشكلة واجهت سيارات صناعة أمريكية داخل أمريكا كانت تنباع، يقولون للي شاريها تشتري السيارة من عندنا بس ترى مثلا ميموري سيت يعني تخزين الكرسي مش شغال، أو السنسر تبع الاصطدام مش شغال، روح وارجع لنا بنبعث لك ونقول لك تعال نركب لك إياها، يعني ما راح تدفع عليها زيادة، أنت أوريدي دافع قيمة السيارة. فالمشكلة موجودة في دول ثانية يعني بوجه آخر ومشابهة. لكن العتب لو يعني كنا نبي نعاتب الشركات إنه إذا لما شافت إنه في أزمة وعرفت إنه في أزمة كان المفروض تكون إنها أذكى، لو خدناهم بحسن النية المفروض إنها تكون أذكى من التعامل اللي هي قاعدة تسويه اليوم، اللي أنا أجي أحجز سيارة وانطر على السياره سنه وسنه ونص. يعني انا اعرف واحد من عيال عمي صار له سنه ونص ينطر سياره، دافع حجز للسياره كملت سنه ونص، بعد سنه ونص قاموا يسومونه تاخذ الستاندر ولا تبي تنطر زياده تاخذ اللي انت طالبها. فانت طبعا يعني انا بعد نطره سنه ونص اتوقع يعني بقول بنطر زياده، بعد بقول خلاص عطني اللي موجود وخلاص. فيعني كان المفروض ان التعامل يكون باحترافيه اكثر من هذه. فيها بعض الـ يعني الـ سوء الاستغلال للزبون. نعم سيد محمد، طيب مفهوم بعض الوكالات لديها سيارات يقول لك ما في سيارات، المعارض بعض المعارض لديها سيارات أكثر من الوكالة. في سوق السيارات صرنا نعرف اي معرض وكيل لاي سياره. طبعا انا اقصد يعني اتحدث عن نوع واحد، يعني نتكلم عن موزع داخلي غير عن الوكيل. اذا السياره هذه ما حصلتها في عند الوكيل روح عند المعرض الفلاني بتحصل نفس السياره وبجميع الاوبشنز اللي تبغيها وخيارات كثيره طبعا بسعر اعلى. في كل ازمه لازم بيطلع ناس تحاول تستفيد من هذه الازمه بقدر المستطاع، لكن هنا نلوم من؟ نلوم الوكيل ولا نلوم المعرض هذا اللي فاتح وده يستفيد؟ ما سوى الأزمة هذه بالطريقة هذه أو فتح ثغرة للاستغلال بالشكل هذا، استغلال المواطن أو الاند يوزر، إلا الوكيل. لما أنا أروح عند الوكيل للأسف يعتذر لي أنه ما في سيارات، وبعدين سواء كان موظف من نفس الوكالة أو طريقة أخرى يحول لك يقول لك أنا ممكن أشوف لك سيارة بس من برا، أو تنتظر عندي إلى أن شاء الله.
هذا دليل ان في للاسف ضعاف نفوس سواء يشتغلون في الوكالات يسيئون الوكاله اللي هم شغالين فيها. لو قلنا بعد حسن نيه من غير تدخل الوكيل نفسه في تعاون بينهم بين بعض المعارض، هذا احنا ظنون عندنا، ما عندنا شيء يقيني ولا عندنا دليل على هذا الشيء، لكن كلها ظنون. اسمح لي بس انا ما لوم المعرض صراحه. صحيح المعرض تاجر، تاجر انا جايب سياره ببيعها بمليون ولا ببيعها بمئة الف، انا تاجر، هذه هي مالي وانا حرفي، انا ما لومه. انا الوم لما انت تكون وكيل وانت تعرف ان هذا الشخص جاي يشتري السياره من عندك بغرض انه بيروح يوديها للمعرض يبيعها، لان انت كوكيل انت تعرف من الشخص اللي جاي يشتري سياره بيستخدمها او جاي سياره يستثمرها. فهني الاشكاليه، هني اللي احنا نعيب فيه على 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 وكالات السيارات. اما المعارض انا ما احملها اي لوم صراحه، لانه تاجر حالي حاله، انا ممكن اخذ اشتري سياره بعد من 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 شركه واعرف ان هاي السياره مرغوبه واقول والله انا مو محتاجها خلني ابيعها واربح. كلامك على متم الشيخ نفس كلامي، ان انا ما الوم المعرض او التاجر اللي، لكن الوم السيستم اللي قاعد يشتغلون فيه الوكالات اللي لما انا اجي انا محتاج السياره يمنعني منها ويحولني على جهه ثانيه او يخليني انجبر اروح معرض وادفع 30 او 40 او 50 الف زياده لانه يقول لي ما عندي، واكتشف للاسف غيري بمعرفة أو بصلة شخصية مع الوكيل قدر يحصل على السيارة، وهذا صارت معي حالات كثيرة صراحة. لك تعليق سيد خالد؟ طبعا يعني كلامهم فيما تم صح، ما نقول فيها الأشياء موجودة أكيد، لكن أنا يمكن أختلف معهم في يعني شوي. ما في وكيل ما يبيع، يعني اليوم الأزمة اللي صار هذه العالمية هذه كلها، مثلا خلينا نقول وكالة ما كانت تستلم 1000 سيارة ودها تبيع 1000 سيارة، لو وصلت 400 سيارة بتبيع حق من أول شخص حط فلوسه حق الحجز، ما تقدر تمنع الشخص يقول له تعال أنت بتبيع عقب ولا لا، ما توصل لهذه النقطة هذه كلها. إذا قام فرد من أفراد الوكالة نفسه ومن تحت وعمل شيء من الموضوع اللي يتحاسب هو كفرد، لكن ما أتوقع الوكالة اليوم بتتعاقد مع مثلا معارض معينة وتخسر سمعتها وتخسر ثقتها في مجتمع كامل، أو حتى تخسر الوكالة يمكن من المصنع كامل لأنه يصير في هذا الموضوع التلاعب فيه. على سبيل المثال الحين نفس الأزمة هذه موجودة عالميا وموجودة أصلا حتى في أمريكا. أمريكا الوكالات كل منطقة أو كل حي في أمريكا في وكالة معينة، بتلاقي كل الوكالات في مناطق، تدري أمريكا فيها 330 مليون يعني نسمة، أقوى سوق أو ثاني أقوى سوق في العالم لهذه السيارات. فالوكالات متعودة تبيع مثلا خلينا نقول 200 سيارة في الشهر، يعطونا 50 سيارة. الوكالات في أمريكا قال إحنا عندنا كلفة، عندنا كلفة أجارات، عندنا موظفين، عندنا أشياء معينة، وخاصة التضخم اللي صار في أمريكا عامل مشكلة كبيرة. على هذا الأساس خذوا إذن من المصنع أن شيء يسمونه أوفر برايس أو يحطون أوفر ستيكر برايس، فتلاقي يقول لك والله هذا سعر المصنع، خلينا نقول 100 ألف دولار، أنا حط فوق 20 ألف دولار، هذه سيارة تبغيها عشان يعوض خسارته من اللي صاير. فهذه في أمريكا، عندنا في قطر ما يصير هذا الشيء، عندك أسعار معينة وهذه الأسعار تتحدد بالاتفاق مع الوكيل مع المصنع، يقول له أنا عندي كلفة المعنية فأنا أبيع سيارة بهذا الرقم، فيقول له أوكي هذا السعر أوكي موافقين عليه، على أساس إحنا هالسنة لأن الكوتا مالتك كانت 100 ألف نعطيك 400 سيارة دبر نفسك. طيب يعني خلينا نشوف آراء الناس مشاهدي الكرام مع هذا التقرير ولنا عودة، ابقوا معنا. أسعار السيارات بخصوص الوكالات على ما سمعنا نقل في التصنيع يعني، والأسعار كمان زادت والتصنيع قليل، والحجز قام يطول. السيارة اللي تحجزها مثلا توصلك الأول مفروض توصل في شهرين، الحين توصل في 6 شهور 7 شهور، وبعض الأوقات يقولون الوكالات تستثمر هالشيء وتخش السيارات عندها فترات كبيرة حتى تطرحها في السوق مرة ثانية بأسعار أكثر من قيمة الوكالة على ما سمعنا يعني. فأتمنى نتفادى هالشيء، خصوص الرقابة لابد أن في رقابة ورقابة شديدة يعني.
وفي ناس تحجز سيارات وما تحصلها في الوقت وسياراتها تروح حق ناس ثانيين. هذا يعني شيء حاصل في سوقنا بالذات احنا في الدوحة يعني. ونتمنى ان في رقابة يعني مشددة يعني. بخصوص موضوع في كذا شركة من الشركات اللي موجودين في الدوحة ولا في اي مكان ثاني على حسب اسعارها، اعلى سعر ما شاء الله في الدوحة شركة مثلا اسعارهم مبالغة فيها وايد، تعدي نص مليون يعني 500 ولا اي مبلغ نفسه. اشتري سيارة مثلا من الكويت ولا من الامارات ولا من السعودية، سعر السيارة اقل، نفس المواصفات نفس الشيء. لحد الان ما شفنا يعني قانون يحمل المستهلك من زيادة اسعار السيارات، لكن اللي حاصل الله يسلمك انه شايفين ارتفاع اسعار السيارات، هذا في منافسات احتكارية بين تجار السيارات اللي هم المعارض، يشترون السيارات من الوكيل الرسمي ويبيعونها على العالم باسعار مضاعفه، لان الوكيل الرسمي خلاص يعني طلع الاستوك اللي عنده كامل يعني. الاسعار بالنسبه حق الشباب ما تغير عمليه الطلب بالنسبه لهم، ولذلك الشركات تستغل وضع الشباب في طلب السيارات، ان المطلوب والله 1500 سياره، احنا نجيب 500 سياره ونرفع الاسعار فيها، لان هاي بيصير تضارب عليها. من المستفيد الشركات طبعا، وفي بعض الناس بعد يعني ذيل الشريطي يسمونهم هذه استغلوا فرصتها وجود الاسعار، فيحجز له سياره سيارتين وياخذهم مثلا ب 400-450 يحب يكسب فيها مثلا 50,000-60,000 ريال. والله السيارات عندنا هذا يعني صراحه طلعت الفتره الاخيره، وهذا يضعف يعني صراحة المشتري في نفس الوقت، ويصير هناك فيه مثل ما تفضلتي يعني مشاكل ما بين البائع والمشتري والشركة وإلى ما آخر. طبعا هاي الطلبيات اللي تكون يعني من الحجز الطويل هاي 8-7 شهور، فما تيجي السيارة فيروح هناك في اتفاق ما بين البائع وبين شخص ثاني، فهذا الشخص يعني مثلا السيارة على سبيل المثال 200,000 يقول له ذاك أنا بعطيك 300,000 وش رايك؟ قال له خلاص خذ السيارة ما عندي مشكلة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني بالنسبة عن قطع عيار، صراحة أنا أشاطش في هذا الشيء، لأن قطع العيار عندنا بشكل ما تصورين، القطع على سبيل المثال 600 تروحين برا تلقينها ب 150 ريال، ليش؟ ما تعرفين ليش. شيخ، واحد من الإخوان يقول لك إذا استثمرت مليون ريال بأن تحجز باسمك وباسم زوجتك وباسم عيالك 5 حجوزات لدى إحدى الشركات الألمانية، الحجز ب200,000 خيلة، وتدفع مليون والسيارة ستصل كحد أقصى خلال عام. إذا رميت مليون تبيع الحجز الواحد اللي هو ب200,000 ب100,000 لهذه السيارة، يعني المليون تصبح 1.5 مليون خلال عام. أفضل استثمار على الإطلاق، شوف لا بورصة، ودائع بنكية، عقارات، هذا أفضل استثمار، شغلانة اللي ما عنده شغل يعني اليوم. أيوة. زين، اللوم على من هنا؟ أنا بسأل يعني اليوم. اللوم على اللي راح اشترى الدور، ولا اللوم على الشركة اللي جايبة السيارة؟ يعني خلنا نكون صريحين، في بعض الممارسات منا ك ك ك كمستهلكين خاطئة، ولازم نشوف بدائل. يعني ما لقيت النوع الفلاني أدور بديل، مش شرط يعني أن أنا لازم ألتزم بنوع معين، أو أن خلاص يا أخي أخلي اللي عندي سيارة اللي عندي وانتظر لين الأزمة هذه تعدي. أنا ما يعني إحنا اللي نعتب عليه أن في بعض مثلا بعض الأخوان اللي سويت معهم مقابلات في نوع من كأنه يعني يحسسك أنه كأنه في مؤامرة، كأنه في خدعة بين شركات يعني الوكلاء ولا هذه. لكن معلش، هذه سيارات سعد الشيخ سيارات شعبية تلقى رواج كبير جدا، لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن هذه سيارات تستخدم موجودة في بيت كل شخص في قطر باختلاف أنواعها طبعا، من الصغير إلى الكبير. سؤالي يعني عندما يسأل عنها هو بحاجة إليها، لا يريد المتاجرة فيها، لا يريد، لكن اليوم سعرها في السوق يزيد في بعض الأنواع عن 30,000-40,000،
ويعني والسيارات الصغيرة منها بعشرة آلاف بخمسة آلاف حسب. فله الحق أن يعترض. أكيد. أشوف إحنا ما نقول إن 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 ما في مشكلة في السوق. في مشكلة كبيرة في السوق وفي غلاء يعني غير مبرر لبعض الأشياء، يعني إنك تشتري دور واحد تشتري سيارة وتدفع عليها 50، 60، 70، و100 ألف زيادة علشان تأخذها. إحنا يعني هذه لا غبار عليه. إحنا إشكاليتنا إن إحنا نقول إن أنت بما أن أنت تحملت مسؤولية كونك وكيل، يعني عشان أوضح الصورة بس، هل التدخين في الشارع ممنوع؟ لا. لكن هل من اللائق أن أنا أروح جنب عائلة ودخن؟ مش لائق. المفروض أن أروح بعيد عنها. هني في ممارسات من الوكالة قانونية، ما نقول أنها مش قانونية، لكنها لا تليق. لا تليق بأن كان لك زباين ناس يشترون من عندك ولك علاقة بهم وناس سنين يعني مأمنة فيك، ناس يعرف أنه بعد 5 سنوات بيرجع سيارة وبتعطي سيارة جديدة لهم معاملة خاصة. يعني في زباين لو يعني لو يلحق نوع معين من السيارة. فاللي أنت اليوم سويته خلقته صراحة يعني شيء من قلة الأدب، يعني عشان أطرحه شيء من قلة الأدب. وتعامل للأسف بعض الشركات كمبيعات تعامل يعني ما فيه احترافية يعني بتاتا. إن أنا لما أنت تجيني وتحجز من عندي سيارة وأنا أقول لك بعد شهرين وأتفاجأ أنه بعد 7 شهور، يعني عيب. يعني هذه الأسلوب اللي احنا نتكلم عنه عيب. احنا نعرف أن السوق العالمي في ممكن أزمة، السيارة تكون وصلت وبيعت لأحد غيرك وممكن يعني ممكن يعني ما نقول أن هذه ما يصير، بالعكس. يعني أنا عارف ناس صارت لهم، يعني شاف سيارته مرت عليه، يعني أعرف، يعني ما لا ننكر هالشيء. احنا نقول لك العتب كونك انت قبلت ان انت كونك ان انت الوكيل، فانت عليك التزامات اخلاقيه تجاه زباينك. انت لا انت ما اديت، انت ما وقفت لها. ارجع واقول ان انا ما لوم المعارض، الناس تحط المعارض اغلب لا بس الناس لهم دور، لهم دور لو حتى له دور عنهم الشرطيه بس لو من اللي سمح له؟ من اللي سمح له؟ من اللي سمح له يكون له دور؟ لا نعتب على تاجر. انا اجيب بضاعه ابي ابيعها، اقدر اشتري من عندك بضاعه، اقدر اجيبها، اقدر اجيب سياره من امريكا وببيعها بربح. انا تاجر، انا مش وكيل، انا مش ما في يعني انا هذه حلالي فلوسي، انا اشتري بها واجيب. اي واحد يشتري بفلوسه انا اقول لك لا، يعني مش غلطته، غلطه اللي سمح له. بس هناك ايضا التزام اخلاقي سعد الشيخ، يعني هل يعقل أن تباع السيارة بهذه الأسعار؟ ما أنت بتؤثر في اقتصاد الدولة وتؤثر في جيوب الناس. اربح ولكن بعقلانية. يعني لما كانوا يربحون أول شوي ما حد قام يقال والله مساكين أهل المعارض ما يربحون إلا شوية، يوم قاموا يربحون وايد صاروا الحين مجرمين. لازم نكون حقانيين. يعني الخطأ من اللي سمح لهم، الخطأ من الوكيل بصراحة. كيف تجري الحجوزات اليوم سيد محمد حسب علمك؟ بعض الوكالات الحجوزات طبعا مجانية، لكن تنتظر دورك أحيانا يوصل لسبع ثمان شهور أو أكثر. بعض الوكالات تفرض عليك حجوزات معينة، مبلغ معين للحجز أساس يشوفون جديتك في حجز السيارات هذه. لكن أنا نرجع للموضوع نفسه، من اللوم صراحة من وجهة نظري الخاصة، أنا ألوم المجتمع نفسه. عمر الخطاب إيش قال؟ ما قال أو كلما اشتهيتم اشتريتم رضي الله عنه، فمتى تتألمون الصبر؟ سلعة معينة أشوف أنا فيها مبالغة في السعر نحجم عنها، أشوف مثل ما تفضل الشيخ نشوف شيء بديل إلى أن يرضخ التاجر أو يرضخ الوكيل. ما في بديل للأسف، في بدل. حتى السيارات المستعملة وسنأتي إليها تصدر ومرتفع أسعارها. الآن الارتفاع في الأسعار صايرة يعني عامة على السيارات المستعملة والجديدة، مش بس السيارات الجديدة، حتى المستعملة في أنواع منها ارتفعت أسعارها. يعني أمس بالأمس بالضبط أمس في مزاد بالمزادات بيعت سيارة من السيارات مستعملة سنة 2022 موديلها بقيمة الجديدة في الوكالة، مع أنها ماشية تقريبا 24 أو 25 ألف كيلو، واستخدمها صاحبها سنة كاملة في قطر هنا في الدوحة، طب مش بعيدة، بنفس سعر اللي شراها جديدة وأعلى يمكن شوي. خالد، موضوع الحجوزات وبيع الحجوزات طبعا هذه ظاهرة قديمة، يعني مش من اليوم، من عرفنا السيارات ونعرف ان اذكر في اوائل الالفينيه 2005 2006 في
في سيارات معينة كان لها حجوزات وكنا ننتظر حتى بالشهور، فيقول لك والله تعال 40,000 50,000 وناخذ حجزك. فموضوع موضوع شخصي، موضوع واحد يعني عرفت كيف يعني ما أقدر أحمل الوكالة في هذا الموضوع، موضوع شخصي. تاجر عنده أخلاقيات ما عنده أخلاقيات، هو هذا يقول أنا حطيت فلوسي استثمرت في وقت معين، أنت جاي في آخر لحظة في مبلغ معين، هذا موضوع شخصي ما يلام أو ما تلام فيه الوكالة. اللوم إذا يكون على الوكالة إذا سمح إني أنا شريت هذا الدور وجيت عندهم وغيرت الاسم من اسمي أو من اسم ذاك الشخص إلى اسمي، هنا هذا الموضوع شوية يبيله شوية موضوع تنظيمي، يبيله شوية يعني موضوع يعني من وزارة التجارة أو يعني حماية المستهلك يشوف إنه كيف سمحت الوكالة إلى تغيير الحجز من هذا الاسم لهذا الاسم. أما اليوم أنا أخذ سيارة وأبيعها حق واحد ثاني لأنه في النهاية الحجز يعني لين يخلص السيارة عقب يعطيك السيارة عقب يقلب لك إياها، هذا قانونية 100% ما حد له كلام عليك، يعني لا الوكالة تقدر تنلام ولا حد. رجل خذه احتاجت فلوس ننطرتوني سنة. فعشان نكون بس عشان تفهمون الموضوع القانوني على هذا الموضوع، فشيء مثل ما قلت لكم لوم الوكالة يصير إذا تم تغيير الحجز باسم شخص ثاني، وهنا يتم يعني يكون لها وزارة التجارة دور يعني في الموضوع. طيب نشرك معنا السيد عبد السلام البريدي من مدير التدريب في شركة الفردان. مرحبا بك سيد عبد السلام. ما هي أسباب اليوم نقص السيارات لديكم؟ السلام عليكم ورحمة الله. بالوقت الحالي تعاني شركة تصنيع السيارات من قلة في إنتاج أشباه المواصلات بلغة تانية تسمى السماي كوندكتر، اللي بتأثر كتير على إنتاج كم السيارات وتؤثر على تغطية الطلب الموجود بالأسواق العالمية. هاي واحدة من الأسباب اللي خلت شركات تصنيع السيارات تتأخر بعد جائحة كوفيد اللي أثرت تأثير كبير كتير على تصنيع السيارات، وقفت كتير من المصانع لوقت محدد، حتى بعض العمال وقفوا عملهم لفترة محددة، ما أثر على الإنتاجية وطبعا أثر على تغطية الطلب في الأسواق العالمية. يضاف إلى ذلك زيادة الشرائح الإلكترونية والطلب على الشرائح الإلكترونية داخل السيارات. اليوم عم نشهد تكنولوجيات زيادة بالسيارة، عم نشهد سيارات من نوع آخر مثل السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية، ما يستدعي إلى تطور ويستدعي إلى تكنولوجيات تتطلب بالمبدأ شرائح إلكترونية زيادة، وبالمنعطف الآخر أكيد حيكون في طلب زيادة على أشباه الموصلات، وهذا الشيء اللي أثر على إنتاجية السيارات بالعالم. نعم أستاذ شيخ، موضوع أشباه المواصلات بس نحسم هذه القضية، هو مصنع واحد في العالم ينتج هذه الأشباه المواصلات، اشرح لنا عنها. تعتمد طبعا هذه الشريحة الخضراء هذه تسمى هذه طبعا مبهدلة الأسواق كلها في الدنيا كلها. أيوة بس مش هذه يعني بكبرها، هذه الشريحة بس تركب عليها الإلكترونيات، لكن مثلا هذه القطعة المدورة هذه اللي تبين كأنها بطارية تركب عليها هذه القطعة علشان تبردها مثلا. هذه بروسيسر، هذه تخيل ان انت السيارة تطلع على خط الانتاج، تنتهي من خط الانتاج وتنحط برا بس ما تقدر تنباع لان هذه ناقصة، مش هذه كلها اللي ناقصة، هذه اللي ناقصة، او مثلا مثل هذه اللي ناقصة، مثل هذيلة اللي ناقصين، عرفت هذيلة مثلا اللي ناقصين. فهذه هني الإشكالية، تخيل سيارة منتجة كاملة واقفة على خط الانتاج برا بس علشان نقص في هذه، فهذه المواصلات اللي احنا نتكلم عنها اللي نقول فيها نقص، لان المواد الطبيعيه تجي من 3 دول مهمه اللي هي الصين، روسيا، واوكرانيا. طبعا سواء كان سياسيا كان، لكن في شيء ثاني يعني صراحه تسمح لي ان احنا نبي نتكلم عن دور المفقود للجهات. نعم هذا ما ودت الحديث عنه، حمايه المستهلك. أود فقط أنتقل في السؤال إلى السيد خالد، هل من دور ممكن ضبطه اليوم بالتعاون مع حماية المستهلك لمراقبة كل ما يجري؟ في بعض الوكالات فعلا
يعني حطوا مكتب دور يعني حماية المستهلك داخل الوكالة نفسها عشان تتابع. حماية المستهلك لها الحق في أن تطلع على الحجوزات وعلى السيستم الشركة ماذا يعتبر تدخل فيها؟ لأن الوكالة مرخصة من وزارة التجارة وطبعا في النهاية تحفظ حق الوكيل وتحفظ حق المستهلك. فإحنا اليوم كمستهلكين بالعكس نقدر نسأل ونستفسر شنو سبب هذه الزيادة، وإذا كان في تجاوزات أن الدور يروح حق حد ثاني. يعني إذا أنا أنطر سنة سنة ونص مفروض حقي أن أستلم سيارة بعد هذه، يعني يكون في دور مو بيجي حد قبلي ويستلم السيارة. وفي بعد مشكلة ثانية يعني كثيرنا واجهناها بسبب يعني نقص طبعا المواد الخام لهذه السيارات، مش بس المفاتيح والسماي كوندكتور والشبات هذه كلها. أنت عندك مشكلة أنك تطلب سيارة معينة بمواصفات معينة يوم توصلك توصلك ناقصة، يعني مواد أولية ناقصة، ويكم السعر بهذا يعني يعمل في بعض الوكالات يقول هذا السعر خلاص وجتنا على يعني يقول لك اللي هو الخط الإنتاج. يوم تجي السيارة تركب مثلا خلينا نقول طالبين مثلا حجم للجنوط أو الرنقات هذه 22 على سبيل المثال وعندهم هم الحين اليوم بيصنعون هذا العدد كم من السيارات في هذا اليوم. نعم. طالب سيارة ب 22 إنش ما في 20 ركبوا 20 إنش، تبغي ما تبغي غيرك ياخذها لأنه ما عنده وقت أن يوقف يفصل لك السيارة على هواك. اليوم ما في مواد أولية. تمام. حماية المستهلك احنا نعتب على الجهات الرقابية مثل سواء كانت حماية المستهلك وزارة التجارة. وين انتوا ان ليش ما في متحدث رسمي يطلع يوضح؟ يعني مثلا احنا ثلاثتنا تكلمنا، انا مهتم بالسيارات، هو صاحب معرض، لكن وين الجهة الحكومية اللي المفروض تطلع تصرح تسوي مؤتمر صحفي تبين للناس؟ في اشاعات قامت تنتشر بين الناس ان في مخازن تخزن فيها السيارات، ليش تخلي الناس توصل لهالمرحلة؟ انت وين انت تقصير منك صراحة، سواء من حماية المستهلك او وزارة التجارة او ايا كان الجهة الرقابية هذه، انت مقصر صراحة لان ما لك صوت، ما سمعناك تتكلم، ما طلعت وضحت. انت يمكن لو وضحت للناس اللي كان ناوي يبيع سيارته ويشتري سيارة او راح يشتري حجز شخص يمكن غير رأيه وما راح، لان انت وضحت للصورة ان ترى تعال يا اخي في ازمة عالمية في كذا في كذا. انت المفروض اللي تكون يعني، وانا بعد يعني احمل مسؤوليه اصحاب المعارض انهم قبلوا انهم يكونون الشماعه اللي كل الناس قاعده تحط عليها ان منكم 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 انتم اللي ماخذين السيارات. كانوا المفروض يضغطون على وزاره التجاره، تعال يا اخي احنا ندفع تراخيص، انت يا غرفه التجاره احنا ندفع لك اشتراك ذي، تعال يا اخي وقف معنا وبين صورتنا انفسكم. سيد محمد، مهما حاولت انت كجهه متهمه تدافع عن نفسك، اذا ما في عندك مظلة حكومية دافع عندك وتثبت للناس، بس ما في يعني الناس ما تتقبل أو ما تصدق. أنا ما أطلب منك مثلاً، لا ما أقطع كلامك، أنا ما أطلب منك أنت تدافع. أنت كتاجر المفروض كان روح تضغط على غرفة التجارة وقول له تعال يا أخي أنا أدفع لك اشتراك سنوي، أنت يا غرفة يا وزارة التجارة أنا أدفع لكم تراخيص، يا حماية المستهلك ما أدري يعني إذا يفعلوا شيء. تعال يا أخي أنت المفروض تروح تبين صورتي وجهة نظر للناس، أن أنا مش شخص محايد أروح أنا أقول للناس تصدقني. هذه الإشكالية، وين المتحدث الرسمي مال وزارتك؟ هذه للأسف المعارض دائما، معارض السيارات مش الوكالات، المعارض دائما في دائرة الاتهام، أي خلل في السوق المعارض هم السبب. طيب هذا المعرض اللي فتح استثمر وظف استأجر عليه كوست عليه أوفر هيد، يحاول يطلع على الأقل بريك إيفن أحيانا أو يعني بالكوست يطلع، ما يصير أي خلل في السوق يتحمل هذا الطرف لأنه هو الأضعف تقريبا أو ما له ذيك الحماية الزايدة. مثلا الوكالات لو ذكرت اسم وكالة ثاني يوم يجيش محامين يرفعون عليه قضية، لكن هذا المعرض اللي على قد حاله على قولتهم، فكل الاتهامات والأعين مصوبة ضده. وما طيب شفنا وما شفنا سؤال فاتنا يعني معلش. نعم. ليش في اليوم سيارات بأسعار أرخص وأوبشن أعلى من دول خليجية تباع هنا في قطر لنفس الوكالات اللي هي المطلوبة والوكيل بقول لك مش موجودة؟ بأسعار أرخص أتفق معك، لكن كأوبشن أعلى مش دائما. أنا أتفق معه لأن هني كويشن مارك. قطر معروفة
بأفضل أوبشنات في الخليج. إحنا نحب يعني يكون ستاندر مالنا عالي، معروفين خليجياً، من عرفنا السيارات إن دائماً مرغوبة حتى المستخدم يروح على الخليج كامل، فأعلى مواصفات في قطر، هذه 100%. في فرق يقول لك والله أرخص من يعني من جهة أو خليجية ثانية. أنا أعطيك مثال، السوق القطري اليوم حجمه مقارنة بالسعودية كم الحجم؟ فأنت يوم السعودية متأخذ لك مثلاً، لو إحنا نأخذ 100,000 سيارة، هم بيأخذون لك كم؟ 1,000,000 سيارة. فالشحن له دور كبير في هذا الموضوع، عندك التوزيع، الكمية اللي بتأخذها أكيد بيفرق معك. وفي موضوع ثاني اللي إحنا ما تطرقنا له بعد، اللي هو موضوع الشحن بالسفن. أنت عندك السفن هذه أزمة كبيرة بسبب هذا الزيادة هذه كلها. فيها شيئين، الكوفيد طبعاً، لأن الصين توها فاتحة من شهر، بكرة بنكمل شهر من فتحها لي يعني، أو خلينا نقول نو كوفيد رولز يعني، عرفت خلاص فتحوها. فعندك موضوع المراكب اللي يعني تدار من الشركات الصينية فتحت مرة ثانية، وعندك الأزمة الكبيرة أن السنة الماضية قاعدة فوق الثلث شركات الشحن أو المركبات السفن الشحن هذه كلها، فما يؤدي إلى طبعا زيادة الأسعار. نعم. فيعني طيب، خدمات ما بعد البيع سيئة جدا، أفضل لو نقدر نقول أنها مش موجودة، أفضل من الموجودة الحين. أنت تروح يعني تبي تشتري سيارة، في المبيعات يضحك عليك يقول لك سيارة بعد شهرين، تأخذ 7 شهور. تروح في التصليح يعني، أو بحملك جميلة إنه باعك السيارة وهي موجودة، ولا هي حركة إنه يعني أنا والله هذه كلام. السيارة مبيوعة، وبعدين مكتوب لما إيه وبعدين يتصل فيك يقول لك والله غير راية وتعال وأنا طلعت لك عشانك. يعني شو أسلوب ما في احترافية في أسلوب المبيعات. ما في احترافية في صراحة ما بعد البيع في الصيانة. يعني إذا ما كان عندك واحد، يعني شوف أنا من الناس اللي يعني مثلا محظوظين اللي عندي واحد مثلا يروح ويقول لا روني القطعة اللي بطلتها، روني القطعة اللي ركبتها، بس مو كل واحد. وليش نوصل لهالمرحلة يعني؟ ليش نوصل لهالمرحلة؟ صراحة أنا يعني آخر سنة قمت أفضل أن أنا أروح جراج، يعني أنا ما أروح الشركة. ليش؟ لأن أنا محتاج أطرش واحد من يعني واحد أثق فيه. طيب ما أعرف أعبر. التقاضي، بس التقاضي، مسألة التقاضي هني يعني في إشكالية في التقاضي. أنا لو شركة ترفع علي قضية يعني ما دفعت أو تأخرت، قضية جنائية. لكن تعال أنا أروح أرفع عليهم قضية إن والله هاي سيارة خربانة وأنتوا رافضين تصلحونها، مثلا قضية مدنية، أو انكسر الجير أو الماكينة انكسرت، هذه قضية وتأخذ سنوات، صح؟ قضية مدنية، وانت قاعد تنطر شهرين، 4 شهور 6 شهور 7 شهور، أنت وحظك. ولا تنسى بعد في الصيف فترة إجازة الصيف المحكمة تسكر، فلا جيت أنت في مرحلة الصيف تبي تنطر لين بعدين ترجع تفتح المحكمة. بس طيب. لكن خلي الشركة ترفع علي أنا قضية كشخص، قضية جنائية على طول. بعد أسبوع، بعد يمكن منع سفر. شو هذا الكلام؟ نشوف هذا التقرير في مدينة المواتر ولنا عودة، ابقوا معنا. باحثا عن سيارة جديدة رباعية الدفع أو عن مركبة أوروبية فاخرة، يبدأ أحمد جولته لمدينة المواتر للسيارات الجديدة والمستعملة من معرض واحات الشرق للمركبات. وهو يتلقى الترحاب، يسترق أحمد النظر للسيارات المعروضة، وكله أمل في إيجاد ما يبحث عنه بالسعر المناسب والمواصفات المطلوبة، بعد فشله في شراء مركبة جديدة من الوكالة التي اقترحت عليه الحجز والانتظار لفترة من أجل استلام السيارة التي يطلبها. هنا في هذا المعرض الخاص تتنوع الخيارات أمام أحمد بين الجديدة والمستعملة. هذا الله يسلمك 296. واجد الأسعار طالعة فوق. لا والله يا أخوك، لا هذه أسعارها صراحة. استلام السيارة لا يتطلب أكثر من ربع ساعة بعد الدفع، وللزبون خيارات أخرى متعددة من حيث الرفاهية والذوق، مميزات جعلت أحمد يتشجع في اختيار مركبة من مدينة المواتر حتى وإن كان سعرها يزيد قليلا عن السعر الذي تقترحه الوكالات. ما يهم أحمد هو شراء سيارة في أقرب وقت، لقناعته بأن أسعار المركبات قد تواصل الارتفاع سيما مع ازدياد الطلب وقلة العرض.
الوكالات لو تبي تطلب منهم سيارات صار معروف ان الناس تنتظر بالاشهر بست شهور تسع شهور لما تلاقي سيارات، فالواحد يتجه للمعارض هذه سواء مديرية المواتير هنا او في طريق سلوى وغيرها، لان بيحصل السيارة اللي بيها في نفس الوقت. في قطر يدفع الدخل المرتفع للمواطنين والمقيمين إلى شراء السيارات الجديدة ذات المحركات القوية والمواصفات العالية، وبالتالي فإن أسعارها تكون مرتفعة ويزداد الطلب عليها، عكس السيارات الاقتصادية فهي متاحة لدى الوكالات وفي سوق السيارات المستعملة باختلاف أسعارها. بغض النظر على هذا العامل، هناك متغيرات أخرى باتت تتحكم في أسعار المركبات بدولة قطر حسب عدد من مديري معارض السيارات المستعملة. الأسعار يعني شبه يعني مرتفعة، لأنه السوق مش موجود فيه سيارات واجد يعني صراحة، لأنه ما تستلم من الوكالة إذا تروح بعد تسجل بعد ست أشهر أو تسع أشهر عشان تحصل على موتر أنت اللي تبي، يعني وقت لا يستهان فيه. يعني أنا لما أبي سيارة وأقدم بعد تسع شهور أو ست شهور يعني، ومن هالشيء هذه تحس أن المواتر فيها غلاء. هني السعار زينة والله، مو غالية واجد. على أنت الحين لوها غالية ما تجيك الدول البقية تأخذ منك سيارات، مثل السعودية، الكويت، العراق، سوريا، الدول البقية كلها تجي هني الحين. ما توفره مدينة مواتر من مركبات متنوعة حولها إلى ملاذ للكثير من الزبائن لتلبية متطلباتهم، بل على الأكثر من ذلك باتت قبلة لتصدير المركبات القطرية إلى الكثير من الدول الخليجية ودول المغرب العربي. هنا يطرح السؤال، ما تداعيات التصدير على أسعار السيارات في سوق تشهد طلبا متزايدا مقابل انخفاض في العرض؟ بالنسبة للتصدير طال عمرك أنا أشوف أنه كإيجابية، يخلي السوق متحرك زيادة. أنت عارف السوق قطر سوق صغير، لما يكون في حركة وفي تصدير فبتقول السيارة موجودة في الدوحة، فبيصير حركة عند المعارض. هاي بتكون يعني إيجابية بالنسبة لنا إحنا، بس هي أكيد أنها ما راح تكون إيجابية للمواطن أو المقيم. انتهت جولة أحمد في مدينة مواتر بشراء سيارة جديدة وفق المواصفات التي حددها سابقا، بعد رحلة من البحث عبر المواقع وفي الوكالات المعتمدة بالدولة. حسب الإحصاءات، شهد عام 2022 انخفاض عدد السيارات الجديدة المباعة في العالم إلى 52 مليون و400 ألف وحدة، مقارنة ب 56 مليون و400 ألف وحدة في عام 2021، مما أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. ومن بين العوامل التي تقف وراء تراجع الإنتاج اضطرابات سلاسل الإمداد في العالم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما أفرزته من ارتفاع كلفة الطاقة والمواد الأولية. أعود إليك سيد خالد، إذا ما كان من الحلول المطروحة عملية استيراد، ندعو الناس إلى الاستيراد مثلا، سهلة اليوم عمليات الاستيراد؟ أنا كثير يسألوني على وسائل التواصل الاجتماعي عن موضوع الاستيراد خصوصا من أمريكا. أنت عندك في ناس تجيبهم من أوروبا وخصوصا ألمانيا، وفي ناس يعني تحاول تستورد من أمريكا. أنا عندي يمكن خبرة أكثر بالسوق الأمريكي، لأني أنا استورد كثير من السيارات حقي وحق أصحابي المقربين يعني. فكثير يسألوني شلون أقدر استورد سيارة من أمريكا. كثير من السيارات في أمريكا إذا كانت يعني أصفار صعب الوكيل يبيع لك أي سيارة. يعني في بعض الوكالات يوقعك على ورقة يقول لك أنت سيارة أصفار لازم انك تتعهد ان السنه كامله ما تطلع برا امريكا. لكن تقدر تشتري اي سياره مستخدمه، خذ سياره، حد شفت سياره مرقمه مدفوع ضرائبها في السوق الامريكي، تقدر تشتريها من اي واحد اليوم وتشحنها، ما عندك اي مشكله. فتحط في بالك شيء واحد، اذا انت تدرس هناك او جاي في علاج او في سياحه تقدر تشتري سياره اصفار. وحتى لو وقعوك يعني على ورقه ان عدم التصدير، ولكن هذه لحمايه الوكيل الموجود هناك، لأن في اتفاقية أن السوق الأمريكي وسيارة السوق الأمريكي موجودة لكندا وموجودة للمكسيك والسوق الأمريكي، تشحنها برا هو يكون حامل نفسه في هذا الموضوع. تشتري سيارة تدفع الضرائب اللي تقريبا تفرق بين ولاية لولاية، في بعض الولايات ما عليها ضرائب يمكن ولاية أو ثنتين، تدفع 6% لين 10% على حسب الولاية. خلينا نقول نعمل بتكساس على سبيل المثال 8.25% كضرائب، ترقم السيارة، تنتظر تقريبا شهرين ونص تجيك الملكية، عقبة تقدر تشحن السيارة
الشحن الداخلي يكلفك قرابة 500 دولار لين توصل إلى الميناء. قرابة الرورو اللي هي المركب اللي شحن السيارات هذه على شكل مواقف، مركب على شكل مواقف، تكلف تقريبا 2500 دولار الحين على سعر اللي يسمونه الفيول المارينا فيول. وعندك الضرائب في قطر 5%، واذا كنت في دوله ثانيه عندك كم يعني التوتال الزياده حيكون؟ يعني فيها على الاقل يعني تقريبا توصل الى 50,000 ريال تكلفك على سعر السياره. بس انت بتاخذ سياره مواصفات امريكيه، يمكن الراديو ما يشبك معك، في اشياء معينه مشبوكه بستلايت امريكا، مواصفات امريكيه بحته، حراره ما في مشكله، لكن موضوع الضمان هذا موضوع ثاني. كان عندي سؤال لكن انتهى الوقت عن موضوع مواتر. نعم. مدينه مواتر والمعارض في شهر مدينه مواتر ربي لها حلقه كامله. ان شاء الله. نشكركم ضيوفنا الكرام، سعاده الشيخ خليفه بن علي الثاني الخبير في شؤون السيارات، السيد محمد أحمد النجار صاحب معرض كيت موتورز، والسيد خالد حمد الرميثي الخبير في شؤون السيارات. شرفتونا، شكرا جزيلا لكم. الله يسلمك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، دمتم بحفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.